مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم في كاني 2017. طبعا حصه سوف نتطرق فيها الى الدور الربع النهائي من كاس افريقيا للامم. جوله كانت ربما مليئه بالمفاجات، خروج المنتخب التونسي الشقيق من الدور الربع النهائي. سوف نتطرق الى المنتخب الوطني والعديد من القضايا. طبعا سوف يكون لنا الشرف باستضافه فريد بالملاط، الحارس الدولي السابق وحارس اتحاد العاصمه، راعي القبه وشباب تبيجاي والعديد من الانديه الجزائريه. مرحبا بك فارس. مساء الخير عليكم، نشكرك على حضورك. نشكرك على حضورك. حضور معنا كذلك نسيم ضاني، مناجر اللاعبين والعديد من اللاعبين كذلك الجزائريين. مرحبا بك. نشكرك على حضورك. نشكرك على حضورك كذلك. جلال ياش عادي من الكابون، ما عندناش المراسل تاعنا في الكابون. لا لا سي بون صاير مالك نصر الاولاد، حنا ولينا بصح قبل ذلك جينيريك يزيد الموسيقى فكرتنا في مارسي كبيرنا بارتي مارك انت على ديدنا سي بون مارسي فريد نسيم يلا راح نتطرق مباشرة إلى موضوع المنتخب الوطني قبل ما نروح إلى مباراتي الدور الربع النهائي. فيتيار خاص بالمنتخب الوطني، وماذا ينتظر المنتخب الوطني بعد الكان، أو ماذا أسفرت أو ماذا أسفر خروج المنتخب الوطني من الدور الأول من كان غابون 2017. رحيل المدرب جورج ليكانس من رأس العارضة الفنية للخضر ليكون ثالث مدرب على التوالي يغادر كتيبة المحاربين، لكن الأمر الغير مبرر هو الغموض الذي يصحب في كل مرة بعد تنحية المدرب أو استقالته ورفض مواجهة الإعلام وتحديد الأسباب الحقيقية التي تقف وراء سقوط كل أوراق المدربين، الأمر الذي يفتح الباب واسعا أمام تأويلات قد تضر بمصلحة الخضر وتفقد الفافا مصداقيتها. الخروج من كاني غابون يجب الوقوف عنده من أجل وضع النقاط على الحروف والمسارعة لتدارك الأخطاء التي أدت بالخضر للخروج من الباب الضيق في العرس الإفريقي وبنتيجة خيبت كل الأمال، بالإضافة للاستغلال الأمثل لمرحلة ما بعد الكان لمسابقة الزمن، كون المنتخب الوطني مقبل على استحقاقات مهمة أبرزها تصفيات نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون، ومحاولة إعادة الروح للمنتخب في تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا، لأن الفترة القادمة سيكون فيها الخطأ ممنوع وأي تعثر قد يرهن حظوظ الخضر في التواجد في كاني الكاميرون. لكن الخرجة الإعلامية التي خص بها رئيس الاتحادية الجزائرية محمد روراوة جريدة النصر العمومية تؤكد بأن الأمور كلها ستبقى على حالها، ويتأجل كل شيء إلى وقت انعقاد المكتب الفيدرالي في 11 من فبراير القادم، لكن الوقت حينها لن يكون في صالح الخضر، والمدرب الجديد قد يجد بدل العذر ألف عذر لتبرير الإخفاق في حال حدوثه. إذا الزميل بدل زي ما مش يتكلم على الغموض ما بعد الكان، نبدأ بفريد. يلا تكلمنا في عدد من المرات عن المنتخب الوطني، عن خروج من الدور الأول، صدمة كانت كبيرة مع الجمهور، ولكن اليوم فريد ما ظنوش أنه إقالة أو استقالة هذا المدرب، تكلموا على مغادرة الطاقم اللي كان رافقه في الكان طبعا، ولكن الغموض يبقى أنه ما فيش تصريحات، ما فيش ندوات صحفية، ربما تعودنا على شيء هذا للأسف، ونزيد نكرر نفس الأخطاء. عفوا نو تشوف كما ابري ليمناسيون تاع الجزائر اباك سي لا بانيك جينيرال في الجزائر، كاع الناس كانوا متمائين سادير ايزيتي سيغ يروحوا ديمي فينال ولا كارت فينال مينيموم، من بعد ديشاك هذا اوتوماتيكمون البروبليم تاع لونترينور ولا حبوا المثل حبوا يفاسيو كاع كيما يقولوا تور لا باج باش تكون شويه، باسكو الناس لي زيفينمون اللي صراو انا شفت في لي بلاطو نشوف الناس تكريتيكي البريزيدون شاكان خرج كاع واش حب، الناس كانت كيما يقولوا كانت دون زان كانت فواحد لابويه هكذا كانت بزاف مقلقه هما واش حبوا يديروا. لونترينور شاف باللي بور لانتيري تاع الفريق الوطني وفريق وطني حاجه كيما يقول سي سي سي, سي درابو تاعنا اون بو با كيما يقول نلعبوا به، ماشي دوك واحد عنده حسيفه مع واحد ولا عنده بروبليم افيك كيلكان نحيو حاجه بوزيتيف. دوك الجزائر صح
خرجوا كيما قالوا لا بيت بورت، ما داروا ما داروش معناتها معناتها واش كانوا متمنين معناتها الجمهور الجزائري، الجمهور الجزائري باللي الفريق هذا يتمنى يروح مينيموم دمي فينال. انت كي تلعب كوب دي مون تلحق تلعب الويتيام وتفرحهم الناس تطمع، ومن بعد انت تدخل بهذاك لو ريتم تاع لو جو دخلت لك في لو ريتم هذاك ما ديزون ريان في ما كاش مين باي موتيفاسيون. سيرت المدرب هذا ولا معناتها لا فيديراسيون جابوا المدرب هذا معناتها كاع سون كومبليس باسكو تجيب انت ان انترينور كيما قلت دون 3 موا ولا 4 موا ولا 3 زونترينور فريق وطني، سي هذا هو الغلطه تاع لا فيديراسيون اللي غلطوا. جوستومون فريد نروح عند ناسين، ما ظنش انه كيما يقول فريد ما كاش سو لو بون دو كومونيكاسيون، ما فيش تواصل مع الصحافه الجزائريه، ما فيش تواصل مع الجمهور الجزائري، وهذا الشيء اللي حيخلق تاويلات في المجتمع الجزائري، تصريحات ربما نسمعها من هنا ومن هناك، ولكن ما كاش ان كونفيرونس دو بريس وين ربما اون فا كريفي لابسي ونشرح كل مشاكل موجوده. لو بروبليم كيما كان يقول فريد اي باف با بارلي توت سويت باسكو كاع لا بريس راهم على لا فيديراسيون على ليكيب راهم غير اوني دوزون بويد كيما قال فريد كو دي كريتيك que des critiques, les critiques, les critiques, les critiques, les critiques. Ben là, que le Hajj, il a voulu laisser Joshua le work. L'entraîneur, il vient juste de partir. La compétition, mais elle m'a complète. Non, voilà, mais on va avoir une conférence de presse avec l'entraîneur quand même. Ah, l'entraîneur, bon, l'entraîneur, là, l'entraîneur, ça y est, khlas. Donc, je pense la prochaine, les dates FIFA, les prochaines dates FIFA, c'est au mois de mars. Donc, le Hajj, la compétition, mais elle m'a complète. On est à peine en quart de finale. Donc, ben là, à la fin de la compétition, le Hajj va convoquer une conférence de presse où il va s'exprimer sur tout ce qui s'est passé, les événements. Je pense, moi, je donne mon avis, l'entraîneur, il a peut-être fait des erreurs dans les choix, ça c'est sûr. Moi, je pense que ça fait deux CAN, sur la préparation de la CAN. C'est mon avis. Hein. Parce que l'Afrique, ça y est, c'est pas comme la Coupe du Monde. D'accord ? La Coupe d'Afrique. Qui te l'abde en Afrique centrale, la zone pour dire la préparation dans un pays limitrophe. Qui m'a qu'à dire Vaïd, qui a l'amna ma la zombie, à dire la préparation en Afrique du Sud. Tu te prépares. Saadan. Saadan ou Vaïd. Le truc, c'est quoi? Si tu ne fais pas la préparation dans un pays limitrophe, qui te l'abde deux jours, on a de l'amna ma Zimbabwe. Ça. Ou l'abna a deux défensifs. Ou chef comme l'équipe nationale, l'abou premier mi-temps, deuxième mi-temps, n'a pas physique gare. Donc je pense il y a des petits réglages à faire. خاصة أن المنتخب الوطني تكون من لاعبين مغتربين اللي نشطوا في البطولة الأوروبية تعرفهم مليح أنت ناسيم داني. ظن أنه le vrai problème تاع اللاعبين هذوما سي l'adaptation par rapport au climat اللي موجود في إفريقيا. Oui, c'est toujours le même problème. Toujours le même problème. Quand des joueurs ils vont s'adapter ou quand des joueurs ils s'adaptent pas. Il y a des joueurs ils sont pas faits pour ce genre de match. Les matchs de Bentaleb par exemple, ils sortent sur les hadj ala le Bentaleb les matchs. في خرجت تصريحات ما عندهاش بزاف وين قال لك ربما تلعب في افريقيا تلعب في اوروبا ماشي نفس الشيء. في افريقيا ربع ساعه صرف كاع الطاقه تاعك. سي با نورمال يا زيد، سي با نورمال سورتو ك مرحبا بكم اون كور اون فوا. حكينا شويه على الاجواء في الكابون افون بارلي شويه في الكابون. يعني بريميرمون نقولوا كيفاش كانت الدوره في الكابون؟ الدوره نقولوا ان كان فيها البوزيتيف والنيجاتيف. بوزيتيف سي كو الملاعب نقولوا ملاعب جديده وفوتوريست، ولكن الارضيات ابار ملعب فرونس فينو كانت يلعب المنتخب الوطني الارضيات كلها صعبه. من جهه اخرى كنا احنا في نقولوا في صراع مع الكابون في 2015 باش ندو تنظيم الكان. نقول ان اللوبيات الفرنسيه بقياده رجال الاعمال الفرنسيين هما اللي داو الكان للكابون، باسكو شوفوا في الكابون ان الفرنسيين هما يعني حاكمين البلاد هذيك كوسوسوا في الاندستري في الصناعه في عده مجالات. نقولوا انهم يعني اخذوا الكان وتنظيم الكان لكي يكون عندهم نقولوا مصالح مع الكابون. من جانب اخر نقولوا لاعبين المنتخب الوطني منذ التحاقهم بفرانس فيل وبالكابون ليكيب كانت كريسبي، مجموعه كريسبي ولا تصريح الفريق راه مغلوق على روحه على عكس فرق اخرى وين شفنا الناس اللاعبين يتكلموا وشفنا كانت لا لا كوميونيكاسيون جالا لا تكون حاضر في مدينه فرانسفيل ولا تصريحات تدريبات مغلقه عكس المنتخب التونسي
عكس يعني المنتخب السنغالي. شوف يا زيد، كان بزاف القنوات ولا الصحفيين يعني انتقدوا روراو ولا رئيس اتحاديه في الجانب الشخصي ولا، ولكن حنا كننتقدوا المجال الرياضي. واش شفنا في تماك في الكابون ان الاتحاديه عندها ان شارج دو كوميونيكاسيون يعني مكلف بالاتصال، ولكن مكلف بالاتصال كي تروح تكلم معه تحب تدي انترفيو من لاعب ولا ينتظر المكالمه من الحاج ولا يستنى مكالمه من رئيس اتحاديه، سي با نورمال. يفو اورغانيزي لا فيديراسيون ولا المنتخب الوطني باش كي ما يكونش رئيس اتحاديه متواجد هنالك. الصحافة الفرنسية دخلت ودارت انترفيو مع رياض محرز. يقول لك البعض عنده، نقول لك هنا حنا التلفزيون الجزائري العمومي كان عنده لي دروات على لي نقولوا لي كوليس، ولكن الاخرين ما عندهمش لي دروات على لي كوليس. كيفاش يعني اجنبي يدخل المنتخب الوطني وحنا كصحافه جزائريه ما عندناش مابا دروات ندو تصريح من لاعب او الطاقم الفني؟ يعني سي با نورمال. دو بو دو ميزور هذا ماشي مليح المنتخب الوطني، هذا اللي يخليه تكون اون كاسور. من جانب اخر نقولوا اللاعبين اللي راهم بعاد على كاس العالم 2018 في روسيا، سيتي لا كوب دافريك هادي وين يدوفي ريبوندير. لاعبين كانوا يتكلموا قال لك حنا ناخذوا زمام الامور، شفنا اللاعبين بعاد وبعاد للغايه، خاصه مع غياب كارل مجاني وسفيان فيغولي، حسينا ان اللاعبين ما كاش ان ليدر في الفريق. سي با نورمال اوسي. فريد تفضل، عندك ربما تعقيب فيما يخص واش صرح جلال اول مره الى نقطه اخرى. انا معليش انا تفضل نولي بك الفريق الوطني على يقول لك على معناتها لي جوال كوميونيكاسيون ما كاش. هي كيما يقول بري مونديال، معناتها اون ايكيب كي تروح تلعب كوب دافريك ولا تروح تلعب ماتش مو عندهم يقدر يسحقوا دو جوار افون، معناتها المدرب يدير يبعث دو جوار باش يديروا كونفيرونس دو بريس بور دوني دي نوفيل بور ليكيب ويعطيو اطمئن بور لي سيبورتور، باسكو سيبورتور مادا بهم يسمعوا لي جوار يقولوا واش كاين معناتها. مي جو بونس سي لو تو اللي خلى الفريق الوطني. لكن فارد هذا الشيء اللي تكلم عليه جلال حنا عشناه كصحفيين والجمهور الجزائري، لما ربما ما توضعش ما نقولكش توضع الصحافه، ولكن ما تدير حصص مغلقه ودير تحس انه اللاعبين اللي ما يخرجوا من التدريبات او جلاك الحضره تما ما يتكلموش مع الصحافه، ما فيش هذا الشيء اللي ربما اللي خلق بعض الشحنه ان صح التعبير مع رجال الاعلام، وهذا الشيء تنقل الى الجمهور الجزائري وكبرت الحاله كما نقولوا بالعاميه. هنا لو رول تاع لو بريزيدون دو لا فيديراسيون، هنا انسان يقدر يقول باللي الى في هنا غلط. حنا كاين حوايج يفو با دوك نقولوا روراوا مليح ولا ماشي مليح، كاين دي شوز دي بوين تقول باللي روراوا اسكو روراوا وغلط، مي اسكو ديغيير شكون اللي يخدم معاه؟ اسكو دوك انا خدام مع انسان نشوفه غلط يا الحاج ماشي هكذا الحاج كونفيرون يزم ما تقوليش هذه ماشي قوه ولا هذه يزم تخلي لي جوار تطلق لهم شويه عباك جوار يحب يكون لا ليبرتي شويه يفو با هنا غلقت عليهم اوتوماتيكمون الجوار اي بو با ميم باك شفناهم ديجا في التيران واش كيما غلقنا عليهم تغلقوا في التيران شفنا بلي زون غيان في زيد انا برك نسمح لي فريد لي جوار كانوا في موندا في مدينه موندا اللي بعيده بساعه بعد على مدينه فرانس فين كنا نلعبوا لاعبين كانوا في اوتيل مغلوق عليهم ما يخرجوش كاع لا بالاد تاع المقابله يوم المقابله يديروها في الصطاد اللي كان لاصق في مركز التدريب سي با نورمال سي كو لي جوار لازم يخرجوا يديروا دي سفاري كيما كان يتكلم نسيم على مقابله 2010 في زومبيا شفنا لاعبين راحوا داروا سفاري في زومبيا حوسوا راحوا شافوا مقابله كاس القاره يخرجوا لا بريسيون حنا لي جوار غالقين عليهم بالك يشوفوا غير في مواقع التواصل الاجتماعي الانتقادات كلام اللي يكون في الصحافه ولا من الجماهير يخلي يركب الضغط صحيح نسيم جوستومون سي المومون دو باسي او بيان دو بارلي سور لا بري كان سي المومون دو بارلي سور كاس العالم 2018 الوقت ربما حتى نتكلم على كاس افريقيا 2019 دونك لازم نشوفوا المشروع تاع المنتخب الوطني للمستقبل اوليو دو كيما يقول فريد نعاودوا نتكلموا دائما في كاس افريقيا اللي خرجنا منها من الدور الاول لا مالوغوزمون اون لي سورتي خرجنا او برومي تور سي فري صح maintenant il faut tourner la page عندنا une double confrontation مع لا زومبي سي pour les éliminatoires de la coupe du monde pour les éliminatoires de la coupe du monde 2018 en Russie c'est le plus important faut se concentrer sur ça donc la fédération et le الحاج et le حاجه راوراوا et le bureau fédéral ils vont choisir un nouveau sélectionneur. Il y a des échéances qui vont... Parlons du nouveau sélectionneur. Est-ce que tu trouves que c'est le moment ou bien il faut faire un dossier, c'est un débat ouvert, où c'est le moment d'avoir un entraîneur d'Oka ou là, il faut se faire un temporiser un petit peu pour faire un bon choix, par exemple. Temporiser. On peut temporiser pour ajuster les recherches. Il faut savoir ce qu'on veut exactement comme type d'entraîneur. Je pense qu'aujourd'hui, l'équipe, psychologiquement, elle est touchée. Il leur faut un entraîneur qui peut les remotiver. Adam Akin. Hervé Renard, la force, c'est la psychologie. Il travaille avec le joueur psychologiquement. Chauffe l'équipe. Avant la Cannes, il y a 5 titulaires.
وراهم دوزيام تور ويخرجوا لو ان شاء الله يخرجوا لو تونو دي تيت وغدوا يلعبوا مع مصر. سي فري فريد نو بوسك قعدنا ماتش تاع لا زومبي ما نقولش دو ماتش انا نقول سي ماتش تاع اللي يلعبوا في لا زومبي هذا دوك بلا اونترينور باسكو نقدر ندير ان بون سيدير ندير ان ادجوان ولا ان بون واحد مي دابخي لي زيكول عندنا يعني ادجوان ني ستاف تكنيك في المومون مي نو مي الماتش كيما هذا كيكون ان ماتش امبورطون سي لي جوار دوك هادي باسكو رانا في مرحله خلاص ليكيب ناسيونال تليمينات سيدير رانا في واحد رانا في واحد المشاكل يفو تظن انه سي تظن انه مباراه المباراه هذه تاع اللاعبين لانه وعدونا مع نيجيريا ولا شيء كاس افريقيا ولا شيء دونك لا مانيش نقول لك انا نقول لك انا كيش انا كيش موناج سيدير كيش نخمم هذا الماتش سي دي لي جوور سيدير ما بقاش دوك اونترينر باسكو يبدا يتغطى يقول لك جبنا اونترينر ماشي اونترينر جو بونس كو الماتش هذا يفو بريباري بيان اي ابري كيما يقولوا لا ما راحناش كوب دي مون سي با لا فين دي مون سي لا واحد يخمم لعقو سي مال لافونير ولي جوار لي سون با كاباب لي ما يقدرش يلعب في لافريك شفت بلي لي جوار سون با كاباب يسالهم وشفر نو معليش نو ما تقدرش تلعب خو في يدك خويا ما نلعبش خويا انا ما نقدرش خلي واحد يقدر يلعب هنا يفو يخمو كل شيء واش صرا كاع يفو يديروا كيما يقولوا يديروا لو رابور يشوفوا علاش ما مشاتش وعلاش هذه هي بو pour céder pour avancer يلا جاد حتى المر الى مباراه منتخب تونس انا نشاطر فريد في رايي في قضيه اللاعبين باسكو حنا شفنا الناس بزاف تكلم على المدرب على رئيس الاتحاديه يعني الناس كاع يعني اي تي انكريميني ولكن اللاعبين هما الاولين فوق ارضيه الميدان يعني المدرب لا بمدرب اللاعبين هما يعني اللي هما يديروا لا ديسيزيون ضمن كما كان يقول فريد كاين بعض اللاعبين اللي ما كانوش في مستوى التطلعات من جانب اخر نقولوا ان يجب يعني تعيين مدرب في 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 وقت يعني قريب لازم نعجلوا بلوتو في اختيار المدرب حنا جافيلي هو ربما تكون اجتماع تاع المكتب الفيدرالي وانا نقول لك يعني المكتب الفيدرالي ماشي هو ديسيدي سي رئيس الاتحاديه هو اللي ديسيدي شكون يجيب مدرب المكتب الفيدرالي يعني عنده دور ثانوي هنا في الجزائر يعني ما لازمش نكذبوا على رواحتنا ولكن نقولوا لازم نجيبوا مدرب فريق نجيبوا مدرب اللي حيعمل مع المديريه الفنيه الوطنيه باش ما يصرناش كما وصل مع غوركيف اللي اصبح في حرب هو توفيق قريش لازم مدرب اللي يعمل مع المديريه الفنيه مدرب اللي يجيب ستاف تكنيك تاعو اللي راح يزيد البلوس ما نجيبوش انا ستاف تكنيك اللي نعمروا به البون نسخنوا به البون ستاف تكنيك راح يقول المدرب يا شيخ راك غلط ماشي هذا هو لو شوا لازم نديروا انوتر شوا باسكو كي نشوفوا مقابله ثلاثه يلعبناهم في كان 2017 لا ميم باكتي في 3 ماتش سي با نورمال مع زيمبابوي ما قدرناش نعرفوا ان المشكل ولا نقول الخطر تاع زيمبابوي سي اغوش حنا الجهه اليمنى تاع الدفاع تاعنا لا عندهم لاعب تاع سانداونز هذاك يعني اللي ما يعرفش كره القدم يعرف بالخطر يجي من تماك زيمبابوي لازم ستاف تكنيك اللي يزيد البلوس ماشي يعني عبء على الفيدرالية نخلصوا بوك لي سالير سي صا جدال مقلق شويه هذا الريتور دو غابون فريد نو كي قال لك فيدرالية الحاج هو اللي يدير ايه هذوك الحاج هو ريسبونسابل اوكي مي هادو اللي معاه ما تقدرش تقول له الحاج راك غلط هو ما دابير يفو يزم واحد لي كونطريه هو ولا كاع يسكتو هو بوغ لو بالك هو لي جوست تو فا بيان مي زعما هما يقولوا له دوك بكل صراحه انت تظن انه هذا هو اللي صار في الاتحاديه بيان سور انا البروبليم تاع الاتحاديات ما كاش اللي يقولوا له الحاج ماشي هكذا ها كيفاش تمشي كيفاش تسير الحاج لو كان شاف واحد جاب لي ربي قال له كلام بالك هو بالك يعاود يخمم يقول بالك راني غلط بالك ما يقولولوش كاع تو فا بيان بالك هو قال لك ils ont accepté les décisions ça bureau fédéral il composé quand même de gens qui il y a certaines personnes qui connaissent le football quand même non par exemple انا ما نعرفش انا شكون انا باش كون ديجا انا مانيش مغل لو نون انا مال الفيدرال اللي فيش فيه رئيس رابطه فيه رئيس الرابطات الاخرى يعني فيه رئيس لجنه التحكيم سي صال بيرو فيدرال هذا موضوع اخر على كل حال هذا موضوع اخر على كل حال لانه موضوع راح نطرق فيه ب بلي ديتاي اكثر راي صح التعبير راح نتكلم على كل كبيره وصغيره فيما يخص المكتب الفيدرالي انا نظن انه سيد علي فرقاني كان في المكتب الفيدرالي وكان غادر المكتب يسابوز دي كاستيون اليوم لانه انا المكتب الفيدرالي اذا كان فيه مكتب فيدرالي بحد ذاته لازم يكونوا فيه لاعبين دوليين سابقين لازم يكون فيه مدربين سابقين فريد حتى اللي هما عندهم شغلهم شاغل هو كره القدم انا نظن نو ماشي دوك حنا اللاعبين هاد الدوليين كيما لي زونسيان لي جيب ان بلوس ما كاش سونتيمون ماشي دوك انت كنت غرون جوان وبالك ما تعرفش تحضر ما تعرف نو يفوا يفوا كلير لي جيب ان بلوس حنا مرحبا سي فري سي دي زونجي جوار اللي لعبوا اللي يعرفوا مي لي كاليفيي ماشي هذا اش حابين نفهم ماشي باك سونتيمون نجيب واحد صاحبي نو نو باسكو فريق وطني حاجه خير نسيم ربما حاب يقول تفضل نسيم حنا بون اكتوالمون كريتيك لي ديسي لا ديسيجن دو شوا دي كانس صح Mais avant ça, même si bon, Gourcuff, c'est Gourcuff, ça se passait bien. Les joueurs qui n'y habitent pas, ça se passait bien. Ou l'équipe qui a le ballon, il y avait quand même, ils jouaient au football.
بصح افونسون الى غامني كوتش فايد سي تري بيان باسي il faut pas qu'on oublie toujours. Voilà, en ce moment on est en train que de tirer sur l'équipe nationale, que de tirer sur la fédération, peut-être ils ont fait des erreurs, mais il y a les joueurs qui m'a dit Jalal, ça les joueurs tali عندهم une grande responsabilité sur ce qui s'est passé. Maintenant il faut qu'ils se remettent en question. يلا واضح نروح نختم موضوع المنتخب الوطني نروح الى اول مباراه من دور الربع النهائي من كاس افريقيا بالغابون 2017 التي جمعت فريق بوركينا فاسو ضد فريق تونس الاشقاء تونس او البلد الشقيق تونس يخرج من دور الربع النهائي بعد انهزامه بهدفين مقابل صفر فريد بوركينا فاسو يقضي على امال تونس في الدقائق الاخيره من المباراه مخالفه مباشره من البديل بديل دونتي فوالا هذا اللاعب اللي خلق لنا مشاكل في البوليده في الماتش مباراه ضد منتخب بوركينا فاسو تفضل مباراه شفت مباراه لعب اللي كان ماتش ايكيليبري كانوا فريق التونسي كان قادر يسجل وفريق بوركينا فاسو فريق عنده دي بون جوار دو كاليتي تحس بلي ستان بليزير تشوفهم يلعبوا شفت دي جوار اون توش دو بال لو مومون وقت يدريبلي سي دي جوار كي علاش قلت لك بلي ليكيب هادي بوركينا فاسو كيما يقولوا ماشي فريق الناسيون تاع الفوتبول معناتها متحس باللي بدا يطلع الناس تخدم تروح باش اي حبه تلحق له النيفو كيما اللي كانت في فريق وطني زمان لي غرون ناسيون مي تونس راح لهم الماتش استدير شو دي ديتاي في ديتاي في ديتاي صغار معناتها ان كوف خون كان قادر الاربيت ما يسيفليش ماشي سي با اون مان ما كانش ما لابيت باسكو ولكن سير بلاص فارس سير بلاص حنا كاع شفناها اون ما مي ابري كي شفنا فارس سي سا معناتها ليكسيون كانت ومن بعد تشوف باش تشوف ايزون كيسي هنا تشوف لي ناسيون معناتها العرب ما عندهمش فور دو كاركتير لوسكون اون كاس سي خلاص الناس طالعه دوزيام بيت ايزون كيسي 85 مينوت il reste 5 مينوت وزيد طومون نقولوا 9 مينوت 10 مينوت كيفاش ان كورنر يطلعوا كاع 85 مينوت الغارديان يزيد يخرج هنا تشوف لي فاب اون انكيسي سيدير توانسا انكيساو سيدير ايزون لاشي ايزون لاشي هنا على اون ايكيب الوقت تحسب لي عندك اون ايكيب تكون فورت كار مالغري انكيسي تي ابري يغش 10 مينوت واحد يزم كيفاش يقول لي كيما كان يلعب وبالك انا نعاود نولي لك لونترينور الى بريسيبيتي خرج لو جوار كاسري لو جوار كي يلعب خزر 62 مينوت ليكيب ماتش كان ايكيليبري لكن كان تصرف غير 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 مسؤول بعد خروج خزر ماشي باسكو لا لعبك سخانه كي تكون في تيرا سي واعره شويه ونو ليكيب كانت تمشي توانسا كانوا الماتش كان ايكيليبري اي نو دوزيام ميتون سي مون لا رونتري دو بانسي اللاعب اللي كان سجل الهدف الاول تفضل تفضل 62 مينوت سي دير خرج لو جوار مي ليكيب كانت تمشي à l'entraîneur l'équipe qui te compte il faut pas faire le changement nahar tu vois l'équipe تاعك ماشي مليحه سي لا دير changement هو كي دير changement ديجا كري لا بانيك تما ولي جوار كي يشوفوا لا سين هذيك يقدر يديكونسونتر ليكيب اي ماشي يقول لك لا كوز هذه مي لو جوار كي يكون il faut pas te précipiter pour le changement صح هذه ناسين سي اون va dire une surprise اليوم منتخب بوركينا فاسو ولو انه منذ انطلاق البطوله منذ انطلاق كاس افريقيا قدم في مردود مقبول Pour moi, c'est pas vraiment une surprise. Je trouve le groupe de Burkina Faso, mais il a pas beaucoup changé par rapport au groupe qui a joué à Zaire en 2000, les qualifications de la Coupe du Monde 2014. Le groupe, c'est à peu près les mêmes. Il y a les frères Traoré, Bansi, Mazel Rahana, avec numéro 7 de Burkina. Je sais plus comment il s'appelle. Nakalouma. L'avantage, il y a les équipes africaines et les équipes maghrébines. الامباكت فيزيك تاعهم صحيح 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 جلال خيبه امل عند الاشقاء تونس في مباراه بوركينا فاسو حقيقه المنتخب التونسي شفناه يعني في الكان هذه كيما في مقابله الجزائر يعني لعب الشوط الاول بقوه لعب ساعه كان في مستوى عالي لكن في الشوط الثاني نشوفوا الفريق التونسي يعني ينخفض النسق تاعو ولا الامباكت فيزيك تاعو ونقولوا ان المدرب عمل بعض التغييرات في الدفاع ونلعب ايمن عبد النور على الجهه اليسرى وكان انتقادات كبيره في تونس صح. كان يقولوا ان ايمن عبد النور صوت لعبوا يعني في اللاكس ولا تخرجوا كليه من الفريق سينيرور فريد
تسلم عليها اكزاكتومون. حنا نحسوا ان حنا يعني في الفرق المغاربيه او العربيه نديروا المشاعر ولا يعني لي سونتيمون في الفريق. اي من عبد النور ما كانش مليح نورمال ما يلعبش. حتى حنا في الفريق الوطني تلعب كما نعطيك اكزومبل كما موندي في لاكس سي ان موفي شوي يلعب ادروات احسن. نقولوا ان ثاني المنتخب التونسي انه كانت عنده بعض الفرص في الشوط الاول ما سجلهاش يعني ساعات دارت عليه. حتى في المقابله الاولى تاعو في الكان ضد المنتخب السنغالي وين ضيع العديد من الفرص. نقول ان حتى المنتخب التونسي الكان هذه اصبح في اشاك فوا يخرج في الدور الربع النهائي يعني شك تاعو تجور في الدور الربع النهائي. نقولوا سي دوماج باسكو حسينا ان الفريق هذا فيه عده لاعبين كانوا قادرين يدوا الفريق الاحسن من المستويات. بوركينا فاسو بيان بارتي بور ما نقولش لاخذ لقب فريد ولكن راح تكون عنده كلمه في في في, في الكان هذه. نو بيان سور ديجا لا ديرنيير وقت الولي كانوا فينال ولا 2013 نقول الفريق هذا كان حمودي انا ذاك هو حكم المباراه. الفريق هذا واحد اللي راح يدوق لا فينال باين باللي جا جامي ما بينش باللي عنده لي زومبيسيو باش ياخذ الكاس عباك ليكيب لي تبان فافوري توجور تكون اون غون بريسيون مي هما جو بونس باللي جاو باش يديروا باش يروحوا فينال بيتو بوكو با باش يديروا لو تيتر هذايا. مي باش نعاود نولي لك لا بروف لي تونيزيان ماتش كي شفت الماتش اليوم ماشي اون غروند ماتان بريسيون بزاف. الجزائر لو كان فزنا تونس انا شفت لالجيري كونت لا تونيزي اون بروميير ميتون الجزائر كانوا قادرين يماركيو 4 بيت ولا 3 بيت. صح صح تدير تغيدك عمرك باسكو كنا اونيتي كاباب دو داني. تحب تشوف اليوم المنتخب الجزائري ضد المنتخب بوركينا فاسو؟ نو كونت لا تونيزي نو نو مانيش نقول كونت لا تونيزي عطينا بروميير ميتون 4 بيت ولا 5 بيت كنا قادرين نروحوا ندينا كلش في لابريميتون. تدير تيرمون بالك كما قلتوا لا بريسيون انا خرجت من لا تفضل 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 نو لا بريسيون تاع كومينيكاسيون ما تهدرش ديروا لنا قفه تقول داروا حوايج ماشي حنا هما المشكل. نو انا نحكي لك يفو نو ليكيب ناسيونال رانا في لا ميديتيراني حنا يفو نوليو حضاره كبيره باش بوغ الي لوان سينو نبداو نعسو ما تهدرش ما تهدرش هادو هما اللي خليونا نعاود نحطو ان شاء الله هادو نحيوهم ان شاء الله سي بريم. ناسيم بوركينا فاسو ان جروب سودي جو بونس كو كيما راهم يشوفوا كاع المتتابعين انه عنده كلمه في 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 كان 2017 ان جروب سودي و ان جروب دو لا كونتينيتي افيك ان تري تري بون انترينور ثاني ديو ارتيست ان بون انترينور و بصح عندهم لا كونتينيتي سي كويرون لو بروجي لي كويرون. منذ ان كان مدرب الاتحاد العاصمه بول بول نشوفوا في منتخب البوركينا في لا ديناميك. ونقولوا ان الكان هذه يعني الفريق اللي حيكون في عنده الاسبي فيزيك يعني يكون احسن بدنيا هو اللي حيبي يروح بعيد باسكو نشوفوا بزاف لي ديوال بزاف لي شوك في الكان هذه وين الفرق اللي يعني تلعب يعني كما نقول لك احنا نقول بالعاميه الصباط هي تروح بعيد. On va assister à des matchs encore plus serrés à partir des demi-finales. Justement, dans la deuxième partie, on va parler de la deuxième partie entre le Montenegro et le Sénégal et le Cameroun. Une grande partie entre les deux équipes. Jalal, tu vas parler de la deuxième partie, on va parler de la Gabon. لما جيت الجزائر البرد وفي القاموس خانه وحكايه القطار العديد من المعيشه غاليه تماك. يلا نعود في الجزء الثاني حتى نتكلم على مباراه ربع النهائي الثانيه التي جمعت منتخب السنغالي ضد منتخب الكاميرون. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذا الجزء الثاني الذي سوف نتطرق فيه لمباراة المنتخب الكاميروني ضد المنتخب السنغالي. منتخب الكاميروني تأهل بضربات الجزاء بخمس أهداف مقابل أربعة والنتيجة انتهت بصفر مقابل صفر في 120 دقيقة. فريد الكاميرون كان واصل بنفس النسق حتى المنتخب السنغالي لأنه الغلبة عادت للكاميرونيين بضربة الجزاء. والله غير شفنا مباراة ريتم عالي ريتم عالي le premier match li balak معناتها مون افي لو ماتش لو ميور ماتش تاع كاس افريقيا تشوف لو ريتم حتى دانيير سيكوند حتى تاع برونغاسيون شفنا الريتم الاخر سيدير الكاميرون تحب تماركي ولو سينيغال كيف كيف وما كاش اون ايكيب معناتها تلعب ديغيير ولا سي اوفير وتشوف لو بليزير هذا هو لو سبور كي تشوف ماتش تشوف ماتش كيما هذا لو ميور كي كان وكما يقول الحظ كان مع الكاميرون جو بونس كو سينيغال سي تري تري بون ايكيب وماني احسن لاعب في السنغال هو اللي ضيع ضربه جزاء كونتر غازا توجور اللي يقول لك لي كرون جوار هما اللي راطيو مي دون لونسومبل بلي دي جوار تاع السنغال كاع لي جوار كاع سي دي تري بون جوار صح كيما يقول الحظ ولا راح للكاميرون وان شاء الله. المباراه كانت قويه نسيم سيتي ريتم الفي 120 دقيقه مي ميور ماتش بور مو اوسي
ميور ماتش ريتم إلفي جو أوفير و ليكيب دي سينيغال مالغري خرجوا بون لي بينالتي سي لا لوتري مي سي ان ايكيب دافنيير جو بونس سي فري سي فري جيرارد كان بالك يكونوا هنا مع طاقم تدريبي شاب جلال تأهل كل من منتخب الكاميرون ومنتخب بوركينا فاسو في اول ايام دور الربع النهائي في القراءه الاوليه نقولوا ان لي دو زيكيب فريقان اللي كانوا مع المنتخب الجزائري واللي تأهلوا من مجموعه الجزائر يسون اليميني اليوم منتخب تونس ومنتخب السنغال. نقولوا ان المنتخب السنغالي كما يعني تبعناه احنا في مدينه فرانسفيل كان امل كبيره معلق على فريق السنغالي بقياده اليو سي سي. الصحفيين والانصار السنغاليين كانوا ينتظروا ريميك تاع 2002 وين كان المنتخب السنغالي في الكاس العالم دار مستوى كبير, ولكن يوم شفنا منتخب السنغالي رغم انه كان احسن فوق ارضيه الميدان الا ان المنتخب الكاميروني بالحارس اوندو الحارس اللي كان سلك الفريق الكاميروني في المقابله الاخيره ضد منتخب الغابون اليوم زاد اهل الفريق تاعو. نقولوا انك يكون عندك حارس كبير عندك خريج مدرسه كبير. برشلونه اكزاكتومون بورسونتاج كبير باش تاهل صحيح صحيح. مباراه كانت رائعه في اول ايام دور الربع النهائي. مباراه الغد سوف تكون ابتداء من الساعه 5 مساء ان شاء الله بين كونغو الديمقراطيه ومنتخب غانا, ومباراه ابتداء من الساعه 8 مساء المنتخب المغربي سيواجه المنتخب المصري. طبعا مباراة عربية 100%. نبدأ بك فريد, يلا مباراة أولى كونغو ديمقراطية غانا. مباراة لي دو زيكيب شفتهم أنا الكونغو تلعب توجور ما تلعبش لوفونسيف تلعب توجور ديغيغ كيما يقولوا هنا بالدارجة تقابل. وفريق غانا سي إيكيب غانيت لو ديرني ماتش كونت ليجيبت جو بونس بالك إيزون با ديبونسي بزاف parce qu'ils étaient sûrs de la qualification, ben qu'ils ont choisi ben la qui veut dire le Mahbouchi était à l'équipe marocaine, mais le match là je pense que le meilleur matin le plus matin le plus matin le plus concentré le plus matin le plus calme هو يبو كافي اعصاب وكذلك اللي هو اللي حيفوز بالمباراه بيان سور باسكو سيد فريق الكونغو هذا هي كما يقول المفاجاه تاع الدور. انا نشوفوا بالك تقدر تكري المفاجاه مي الفريق الغاني قالت محتاج متى يروح بعيد الكاس هذه باسكو لاني باسي هما ضيعوا الكاس هذايا. جو بونس الماتش راح يكون انتونس كيما ان شاء الله نشاهدوا مباراه كيما شاهدنا المباراه تاع اليوم ان شاء الله. ان شاء الله مباراه ثانيه نسيم المنتخب المصري اللي حيواجه المنتخب المغربي ان ديربي صعيب مي جو بونس المغرب يجوز المغرب انت مالك من المغرب دونك تفضل المغرب على المنتخب المصري. جا قبل ما نروح لعندك احصائيات المنتخبين المنتخب المصري والمنتخب المغربي 21 مباراه رسميه بين الفريقين. فازت مصر مرتين, فاز المغرب في 11 مواجهه, تعادل في 8 مرات. كاس الامم الافريقيه تقابل المنتخبان في 5 مرات, فاز الفارعنه في مباراه واحده. اما المغرب فقد حقق 3 انتصارات, تعادل في مباراه واحده. المنتخب المغربي نجح في تسجيل 32 هدف, اما المنتخب المصري سجل 13 هدف فقط طوال مواجهه المنتخبان جلال لا المنتخبين عفوا. نقولوا ان المنتخبين هذوما يعني كي تلعب افضليه للمنتخب المغربي ولكن على الورق, ولكن المنتخب المصري شفناه جيرون هاد لاكان هذه 0 هدف انكسوا في الدور الاول. تقولوا فريق قوي وقوي الغايه يلعب ان بلوك با يعني احسن دفاع في الدور يلعب ان بلوك با ويدير دي زاتاك رابيد هجومات سريعه بقياده صلاح ولعب تريزيغي. اللاعبين المصريين نشوفوا عندهم واحد نقولوا نحسوا المنتخب المصري راه يعاود يولي بقوه. واضافه الى ذلك نشوفوا انا كي تشوف لو تيشيرت تاع الفريق المصري تشوف النجوم اللي في التريكو هذاك يعني تحس بلي المنتخب هذا عنده ثقافه قوي وعنده ثقافه في كوب دافريك. فارد تكلم على اسامه الحضري 43 44 سنه 44 سنه 44 سنه. شوف اللي نو ما جا ببري نو فارد لا لا انا كبير عليك عام ولعام نو انا ضيف ديالك. شوف هنا نو الجيري هنا يحبسوك سيدي هنا سيدي كاع دي زونترينور كاع دي هنا يخلي دي مالاجير اوزي نو بوسيك بور ليسي نو بور ليسي بلاص اوز صحيح مي معليش كي تخلي بلاص اوز واخد 40 سنه تكلم عليك ايكار كاسياس في عندها يومين بوفون كذلك دونك غارديان اوزي نو ماشي غير هو اللي يلعب لاكان متى لاكان بوتيت هو مي كان بيتر شيلتون كان دينوزوف كان شفنا في الاورو 2016 حارس كيرالي الحارس تاع المجر 40 سنه ونقولوا ان هذا نو نحكيك بلوس كان بيتر شيلتون وكان دينوزوف كمدرب حراس وكحارس دولي سابق
عندك خبره ربما، ولكن اسكو نقدروا ربما المنتخب المصري يتكل على هذا الحارس؟ نو نو بيان سور يتكل، كي تكون عندك ان تري بون ديفونس وعندك حارس عنده مثلا الثقه ما تلقى حتى هدف، ما تلقى حتى هدف باسكو لادفيرسير بالك ما كانش بلو بارابور ميدو كيما مالي غانا مي دون لونسون، باش المدرب هذاك المدرب عطى له الثقه بلي بالك جوزين سيزون مع الفريق في المصر بالك الي توجور راه كان ديجيام غارديان اللي تنقل الى غابون كثاني ثاني حارس. وحارس هذا عنده شخصيه، عنده شخصيه في الفرقه على بها المدرب عطى له الثقه هذه، وجو بونس يجيب ان بلوس للفريق. ولكن يزيد نزيدوا حاجه برك، ان الحارس هذا عصام الحضري رغم السن تاعو نقول لا موتيفاسيون الشيء اللي هو يخليه مازال يلعب، ان نظن ان الهدف تاع عنتر يحيى 2009 يعني انه ما راحش كاس العالم 2010 حسينا ان شغل الحارس هذاك حب يروح كوب دي موند 2014 ولا كوب دي موند 2018 الان حاب يلعب كاس عالم، شغل الهدف تاعو سي كيروح كاس العالم اتوبري عنتر يحيى نحالو ديك لاكوب دي موند 2010 لا ماشي غير عنتر يحيى الماتش هذاك، هذاك الماتش سي هذاك الماتش تاع كاع اللاعبين اون بليس كانت لي سيبورتور اللي تنقلوا كاع تما كانت تما كانت فريق وطني. نزيدوا اضافه برك يا زيد، المنتخب المصري القوه تاعو على حسب ما شفت انا في الكام هو المدرب هيكتور كوبر المدرب الارجنتيني، تحس مدرب اللي راه يزيد اضافه للفريق كيما ارفيرونا في المغرب، سي دي زيكيب اللي عندهم مدربين كفاءة كبيرة، ماشي كيما احنا يعني جابونا مدرب خطة واحدة ملف المنتخب الوطني غلقنا الملف غلقنا في الملف للمنتخب الوطني. فريد بالملط شكرا جزيلا على حضورك اليوم معنا. شكرا سيتي ان بليزير اللي حضرت معنا، نتلاقاو في عدد قادم ان شاء الله. ان شاء الله اخويا ان شاء الله. شكرا جزيلا لك نسيم داني، ميرسي بوكو. ماذا بينا نشوفوا لاعبين ذو مستوى عالي كذا في البطوله المحليه، كش ما تجيبونا ان شاء الله. ان شاء الله ميرسي بوكو ميرسي بوكو يعطيك الصحه سي نسيم داني جدلي صحفي بالقسم الرياضي في قناه الجزائر. نشكرك، شكرا جميع الزملاء كذلك كانوا صاروا معنا الى ساعات متاخره، تقنيين وصحفيين ونشكر لي ديزانفيتي تاعنا اليوم اللي كانوا اونيفو كانوا معنا مع لي دو ماتش هذوما قعدوا معنا، نشكرهم. موعد ان شاء الله في الحصه القادمه ان شاء الله. نعزي محل القسم الرياضي بقناه الجزائريه سيد محمد قاسي سعيد والاخ تاعو كامل قاسي سعيد اثر وفاه الوالد ربي يرحمه الله وانا اليه راجعون، مش حيكون حاضر معنا هذا الاسبوع ان شاء الله. نتمنى له للمرحوم المغفره ان شاء الله والصبر سلوان لكل عائلة قاسي سعيد، إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا ألتقي بكم إن شاء الله يوم الاثنين في عدد جديد من برنامجكم الجزائري يافوت، أما غدا سوف يكون عز دين بوهرو في الموعد معكم في عدد جديد من برنامجكم في كاني 2017. سلام.